بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. يعني تحياتي لكم طلبتي الأعزاء في مساق Anatomy and Physiology Part 2، واستكمالا لشابتر Respiratory System. إن شاء الله وصلنا إلى الألفيولاي، راح نتكلم على الحويصلات الهوائية، كيف بتتم عملية البلد فلو، وكيف بيتم عملية تبادل الغازات في الحويصلات الهوائية. يعني لو اطلعنا هنا راح نلاقي البلد فلو. ذاكرين البولمونري فين؟ البولمونري فين اللي هو لونه أحمر. ليش لونه أحمر؟ لأنه بيحمل اللي هو ايش؟ أوكسجينيتد بلد. وذاكرين طبعا البولمونري أرتري، اسمه أرتري لكن لونه أزرق، وهو اللي بيحمل الان اوكسجينيتد بلاد. يعني هل البلاد فلو بدخل وين؟ بدخل على هذه نهايه، طبعا نهايات البرونكيول. هذه البرونكيول الشعيبات الهوائيه، في نهايات البرونكيول اللي بيسموهم التيرمينال برونكيولز. نهايات البرونكيولز موجود في كميه كبيره من الالفيولس، من الحويصلات الهوائيه. لو جينا اطلعنا على التيرمينال برونكيولز وفتحناها، راح نلاقي في عندنا في دكت الفيولار دكت اللي هي القناه اللي بدخل فيها طبعا على الحويصلات الهوائيه، وفيها الالفيولار ساك اللي موجود فيها القناه اللي بتودي الهواء على الحويصلات الهوائيه. لو جينا اخذنا عمليه تكبير جزء من هاي، راح نتطلع على الحويصلة الهوائية وتكون بالشكل هذا. إيش بالشكل هذا يعني؟ عندنا في بولمونري فينيول، بولمونري فينيول، وفي عندنا بولمونري أرتريول، بيلتقوا مع بعض وبتتم عملية اللي هي تبادل الغازات في المنطقة. عندنا حنكبر هذا الجزء، وحنشوف كيف عملية تبادل الغازات كيف بتتم عن طريق الديفيوجن في الحويصلة الهوائية. طيب لو جينا هنا اطلعنا على عملية تبادل الغازات، هذه حويصلة هوائية وحواليها موجود الكابيلاري. هذه هي الحويصلة الهوائية اللي موجود فيها الهواء. الهواء هذا اللي موجود في قلبه ايش؟ في قلبه الأكسجين. في قلبه الأكسجين، يعني التركيز تبع الاكسجين بيكون عالي، بيكون زياده، الكونسنتريشن اوف اكسجين بزياده. اول ما نسمع كلمه انه تركيز زياده وفي تركيز قليل، يبقى حتتم له عمليه تبادل الغازات او الانتقال من الاعلى تركيز الى الاقل تركيز عن طريق الديفيوجن، عمليه اسمها الديفيوجن، وهي الانتشار من الاعلى تركيز الى الاقل تركيز. شوف عندنا اللي هو الارتريول، هان الارتريول اللي هو بيكون فيه موجود ثاني اكسيد الكربون بتركيز اعلى، والاكسجين بيكون بتركيز اقل. هنا بيتم اللي هو عمليه خروج ثاني اكسيد الكربون من الارتريول هذا الى وين؟ الى الحويصله، داخل الحويصله الهوائيه، عشان تتأهب الحويصلة الهوائية في حال عملية الإكسبيريشن، عملية اللي هو الزفير، إنها تطلع ثاني أكسيد الكربون. وأيضا بضل طبعا يخرج ثاني أكسيد الكربون ويدخل الأكسجين إلى أن يصل إلى الفينيول، وفي النهاية بروح اللي هو البلد فلو إلى القلب، وبتتم عملية من الرئة طبعا إلى القلب، وبتتم عملية ضخ الأكسجين، هذا اللي مليان في الأكسجين، إلى جميع أنحاء الجسم. هذه العملية اسمها ديفيوجن. طيب لما نيجي نتكلم لقيتها على اللنج، اللنج جزء من أجزاء الريسبيراتوري سيستم، وهو جزء مهم جدا. طبعا قلنا بيبدأ من النوزتريلز واللي هو النيزل كافيتي، وبعد كده على الفارينكس، بعدين اللارينكس، بعدين التريكيا، بعدين البرونكس، بعدين البرونكيول، وهكذا. طبعا اللنج
هان جزء مهم. بدنا نحكي شوية على اللنج. اللنج احنا عارفين اللي هي بتتكون من رايت لنج ومن ليفت لنج، وقلنا هذا الكلام في المحاضرة السابقة، وقلنا في ثلاث أجزاء موجودين اللي هو في الرايت لنج. في عندنا السوبيريور لوب للرايت لنج، وفي عندنا الميدل لوب، وفي عندنا الانفيريور لوب. في الليفت لنج موجود فقط سوبيريور لوب وانفيريور لوب. وفي اللنج اللي هو طبعا اللنج محاطه ب اللي هو الريب كيج او الشست الثوراسيك، وفي عندنا هنا موجود اللي هو الكلافيكل، وموجود اللي هي السكابيلا. يعني هذا بس يعني تحديد وين مكان اللي هو اللنج يعني في البطن. لو اخذنا اجينا اخذنا مقطع تشريحي ترانسفيرس سكشن لللنج، راح نجد التالي في هذه الرسمه. شايفين اللنج؟ هاي اللنج تشو، وهذا اللنج ايضا تشو موجود. هنا موجود الهارت القلب، وموجود البريكارديال كافيتي وطبعا هذا الرايت بلورال كافيتي في حوالين الرايت. انتم شايفين كيف بلورا الغشاء اللي هو البلوري، الغشاء البلوري. طبعا الغشاء البلوري في طبقتين وفي تجويف بينهم. الطبقه هاي الطبقه اللي وين موجوده عامله ادهيجن يعني ملتصقه باللنج، هذه الطبقه بنقول عنها فيسيرال بلورا والطبقه الثانيه اللي هي برايتال بلورا، وما بينهما اللي هي البلورال كافيتي التجويف اللي في المنتصف. لو جينا لونه باللون الازرق هذا التجويف بلورال كافيتي، والطبقه هاي فيسرال بلورا وبرايتال بلورا. طيب نيجي نتكلم على البريثنج ميكانيزم، كيف تحدث عمليه التنفس سواء الانسبيريشن او الاكسبيريشن. عندنا في عمليتين، عمليه انسبيريشن وعمليه اكسبيريشن اللي هي الشهيق والزفير. الهواء بتحرك من الى الجسم ومن الجسم عن طريق هذه اللي هي التنين الميكانيزم. راح نشوف احنا يعني طبعا بيعتمد يعني الانسبيريشن والاكسبيريشن على التغير في حجم الصدر، حجم الشست. يعني مره بتلاقيه حجمه بيكبر ومره حجمه بيصغر، وبيعتمد ايضا على ضغط الهواء، ضغط الهواء الخارجي والداخل الرئه. عندنا حنشوف كيف حتتم بالتفصيل هذه العمليه. طيب في موضوع الانسبيريشن، في موضوع التنفس اللي هو الشهيق الانسبيريشن، انتم بتشوفوا كيف لما تمسكوا سرنجة، السرنج لما تسحب انت اللي هو البلاج تبعتها اللي هو الزطمه من هان، تسحب لما تسحب اللي هو السرنجه بدخل اللي هو الهواء للسرنجه، ولما تضغط انت السرنجه وتقلل اللي هو الحجم اللي موجود هان بخرج الهواء من السرنجه. فكره الانسبيريشن بالضبط نفس هذه الفكره، لكن احنا حنتكلم يعني عليها بطريقه علميه اكثر، ولكن احنا قلنا عشان تتذكر انت كيف فكره عمليه الانسبيريشن والاكسبيريشن. شوفوا يا طلبتي الاعزاء، اللنج الرئه في حاله الهدوء، يعني في حاله انه انت لا بتاخذ شهيق ولا بتطلع زفير، اللنج بيكون الضغط فيها داخلها يساوي الضغط الخارجي اللي هو ايش بيكون، قديش حجمه اللي هو 700 mmHg، 760 mmHg، وضغط الاتموسفير الخارجي
بيكون زي كده 760. عشان كده بتكون الرئة في حالة الهدوء، يعني لا بتتنفس، يعني لا بتاخد نفس ولا بتطلع نفس. هذا بتكون اللي هو الحالة في حالة الريست، في حالة الريست اللي هي الراحة الهدوء لله. طب تعالوا نشوف في حالة الانسبيريشن ايش بصير. في حالة الانسبيريشن لما يا جماعة بقل الضغط داخل الرئة، يعني صار مثلا بدل 760 صار 758 في داخل اللنج، الهواء من في الاتموسفير في خارج اللنج بيكون اعلى، بيكون 67، وبالتالي الهواء بندفع من الخارج الى داخل اللنج. يبقى بصير في حاله الانسبيريشن الضغط جوا اللنج بقل. طبعا عدوا الميكانيزم الاليه اللي بصير فيها، انا هشرحها لكم عدي في جدول واقول لكم بالضبط خطوه خطوه ايش بصير، ومطلوب منكم انكم تعرفوا هذا الميكانيزم بعد ما احنا نشرحه ان شاء الله تعالى. لكن الفكره العامه انه الضغط بقل هان، والضغط الخارجي بيكون زي ما هو 67، فبنتقل الهواء، يعني بندفع الهواء من الضغط الاكثر الى الضغط الاقل، وبالتالي بيحدث انسبيريشن. اوكي طيب تعالوا نشوف هذه الفكرة، او قبل ما نروح على الجدول راح نشوف شكل الشست الصدر لما بصير عملية الانسبيريشن. شوف كيف في حالة الهدوء الشست كيف شكله، الشكل بيكون مختلف لما تصير عملية الانسبيريشن، بيكبر بيمتلئ الهواء، الحجاب الحاجز هنا اللي هو الديافرام بصير كونتراكت له، بصير له تقلص بنقبض، وبالتالي بيطلع لفوق. شايف كيف الديافرام هان؟ الديافرام هذا كله في حالة الانسبيريشن، احنا بنحكي في حالة الشهيق الديافرام بنكمش، وبالتالي اللنج بترتفع لفوق وبكبر حجمها. ليش؟ لأنه بتتعبى بالهواء. وأيضا اللي هو العضلة تبعت الاسترنوكليدوماستويد بترتفع بتنقبض، العضلة اللي موجودة في الرقبة اللي بتشد القفص الصدري، بتشد القفص الصدري عن طريق اللي هو الكلافيكل كمان، والبكتوراليس ماينور اللي أخذناه، كله هذه العضلات اللي أخذناهم في تشريح واحد، هذه أيضا بتشد اللي هو الريبس، وبالتالي كل هذا يعني بيعمل إلى عملية تمدد للقفص الصدري، وبتزيد اللي هو حجم الهواء. أوكي طيب، نيجي للجدول اللي هو الميجر ايفنتس ان انسبيريشن. الميجر ايفنتس ايش اللي بيحدث من احداث بالترتيب طبعا في حالة الانسبيريشن، في حالة الانسبيريشن كل هذا لسه بنحكي على الانسبيريشن. أول events، أول حدث بصير إنه النيرف impulses travel on phrenic، في عنا اللي هو النيرف اللي بروح للحجاب الحاجز بديله order لأنه يصير contraction، بصير انقباض في الحجاب الحاجز اللي هو الديافرام. أوكي والشكل تبعه بصير أشبه في الدم،
أشبه في الضم شيب، وبالتالي بتحرك اللي هو بصير الديافرام موف داون وورد، وهذه الكلمة مهمة، موف داون وورد. اوكي الكاميرا مطفية، تمام هيك تمام، موف داون وورد، الحجاب الحاجز بتحرك الى اسفل، وبالتالي بصير اللي هو الثوركس كافيتي بصير له اكسباندز، بتمدد. اوكي هذه هي الفكره الرئيسيه. بعد ما يتمدد، بعد ما يتمدد ايش بصير؟ البريشر ديكريزز في الانترا الفيولار، البريشر بقل داخل الحويصلات الهوائيه. طب اذا قل البريشر داخل الحويصلات الهوائيه وبالتالي داخل اللنج، بصير البريشر اللي موجود هان اقل من البريشر اللي موجود في الاتموسفير، وبالتالي بدخل الهواء من الاتموسفير الى وين؟ داخل اللنج. يبقى الاتموسفير بريشر هان which greater on outside، بيكون اعلى في الخارج، وبالتالي بصير عمليه فورسز، يعني بدخل الهواء بقوه الى وين؟ الريسبيراتوري تراكت، وبالتالي يعني اللنج ساعتها بتصير ايش؟ fills with air، بتنتلي بالهواء. هذه هي الاحداث للانسبيريشن، الاحداث تبعت اللي هو الانسبيريشن ملخصه في هذا الجدول. طيب في حاله الاكسبيريشن، في حاله الاكسبيريشن الزفير، نحن بدنا نطلع اللي هو الهواء، بيكون عندنا ليش انا علمت هذه باللون الاحمر؟ الالاستيك ريكويل. في الانسبيريشن يا جماعه انقبض الحجاب الحاجز، صار كونتراكشن لإله، وصارت يعني اللنج بتوس، الحجاب الحاجز شكله بيكون كده بنقبض، بنزل داون وورد لاسفل الصدر، اللنج بتنتلي بالهواء، وبالتالي بده يضل طول عمره يعني الحجاب الحاجز منقبض. طب ما اكيد راح في الاخر راح يصير له ارتخاء، واذا صار ارتخاء له حيصير لوين؟ حيطلع ابورد لفوق، وبالتالي حيطلع الهواء من اللنج. طيب ايش دخل الالاستيك ريكويل؟ الالاستيك ريكويل لما قلنا الحجاب الحاجز بيعمل عملية انقباض، حينزل لوين؟ لتحت. طيب تحت الحجاب الحاجز ايش موجود؟ موجود فيه يا جماعة اعضاء، في موجود هنا اللي هو الابدومينال اورجانز، اللي هي الاعضاء اللي موجودين في الابدومين، يعني لما بده ينقبض حيضغط وين؟ حيضغط على الاعضاء اللي موجودة في الابدومين. طب حيضل ضغط لأبد الابدين؟ لا، في الاخر راح هذه الاعضاء راح تضغط عليه وتسهل عملية انه يرجع الحجاب الحاجز الى مكانه الطبيعي، وبالتالي بتصير عملية الاكسبيريشن اللي احنا بنمارسها يعني في كل دقيقة، طيب في كل في الثواني طبعا. طب تعالوا نشوف الايفنتس تبعتها، نشوف الايفنتس بعد هذا الجدول، الايفنتس زي ما شفنا الايفنتس للانسبيريشن، الان بدنا نشوف الايفنتس للاكسبيريشن. الديافرام يا جماعه الحجاب الحاجز and external respiration muscles relax، هناك في الانسبيريشن بتصير كونتراكت، هذه بتيجي في الصح وغلط احيانا، كونتراكت and downward وين؟ في الانسبيريشن، لكن هنا بتكون ريلاكس واللي هو ابورد بيطلع بيرجع لوضعه الطبيعي. رقم اثنين الالاستيك تيشو اللي موجوده طبعا في اللنجز، يعني اللنجز يعني انسجه مرنه، تعتبر انسجه مرنه، وبالتالي قابله لانه هي تتمدد، وقابله لانه يعني ترجع الى طبيعتها، وبالتالي هذه بتساعد طبعا اللي هو الثوراسيك الكيج
انه يتمدد، لما يتمدد اللنج بتتمدد معه وبتنفلي بالهواء، زي البالونه. عشان كده اللنج بيقولوا عنها زي البالونه، قابله لانه تتمدد، بتدخل الهواء ولما يخرج بترجع ثاني بتنكمش، مش بتنكمش يعني بصوره انه زي البالونه هيك بتسكر حالها، لا، بضل في حجم هواء موجود، وهذا بنسميه احنا الريزيديوال فوليوم، اللي ان شاء الله راح ناخده في اللقاء المقبل بعد ما يكون فهمنا عمليه الانسبيريشن والاكسبيريشن. حنفهمكم كل القياسات تبعت الهواء الفوليوم، سواء كانت تايدال فوليوم، انسبيراتوري فوليوم، اكسبيراتوري فوليوم، او حتى التايدال كاباسيتي او الفايتال كاباسيتي. كل هذه القياسات تبعت الهواء حنشرحها ان شاء الله في اللقاء المقبل بالتفصيل. فعشان هيك انتم اطلعوا على المحاضرة كويس وجهزوا حالكم للقاء القادم بإذن الله. خلينا نكمل الميجور ايفنتس في الاكسبيراتوري فوليوم. التشو هذا ريكويلز، قلنا رجوع التشو الى وضعها الطبيعي، رجوع التشو تبعت اللنج لوضعها الطبيعي بزود الانترا الفيولار بريشر. هناك في الانسبيريشن بقل الانترا الفيولار بريشر، لكن هنا بزيد الانترا الفيولار بريشر، وبالتالي بتصير عمليه انكماش سكويزد لللنج، عمليه سكويز لللنج، وبالتالي الهواء بيطلع تلقائيا. عشان كده انتم بتشوفوا عمليه الاكسبيريشن اسهل من الانسبيريشن. ليش؟ الانسبيريشن بيحتاج جهد، يعني انت لما تاخذ النفس بتحس انه في حاجه لجهد وفي جهد مبذول، لكن في عمليه الاكسبيريشن بتحس انه الامر يعني اسهل. ليش؟ لانه عمليه رجوع الديافرام واللنج رجوعها الى طبيعتها بتحس انه اسهل بكثير. طيب، يعني انا بدي في هذا اللقاء بدي اتوقف عند هذه اللي هي السلايد، وهي تعتبر سلايد مهمه جدا، هي الريسبيراتوري فوليومز اند كاباسيتيز. بدنا نشوف الاحجام والسعه لهذا الهواء اللي موجود في اللنج، وهذه دير بالكم حكايتها يعني حكايه كبيره، حتفيدكم بشكل كبير في المستقبل، في حال بالذات اذا اشتغل بعضكم في العنايه المركزه واستخدم اجهزه التنفس الصناعي. هذه الجهاز التنفس الصناعي كثير بيعتمد على هذه القياسات، ان شاء الله راح نفهمها بشكل موسع في اللقاء القادم باذن الله تعالى. هيك لقائنا بيكون هذا انتهى، وان شاء الله نلقاكم في لقاء يعني آخر بإذن الله تعالى.